أحداث 24 ساعة من التلفزيون المصري، أهلا بكم. نبدأ بالعناوين. الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتقديم الدعم للدول الشقيقة، ومصر ترسل كميات كبيرة من المساعدات الطبية إلى لبنان برفقة وزيرة الصحة. القوات البحرية المصرية ونظيرتها اليونانية تنفذان تدريبا بحريا عابرا بنطاق الأسطول الشمالي في البحر المتوسط. والمركز الإعلامي لمجلس الوزراء ينفي حذف 14 مليون مواطن من مستحقي الدعم التمويني ومنظومة الخبز المدعم. أهلا بكم. حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بتقديم الدعم للدول الشقيقة والصديقة. القوات المسلحة قامت بالتعاون مع وزارة الصحة بتجهيز 3 طائرات نقل عسكرية محملة بكميات كبيرة من المستلزمات والأدوية والأجهزة الطبية لإرسالها إلى دولة لبنان الشقيقة لمساندتها في مجابهة انتشار الموجة الثانية لفيروس كورونا. يصاحبها وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد مع وفد رفيع المستوى. تنفيذ لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بتقديم الدعم للدول الشقيقة والصديقة، قامت القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الصحة وجامعة الدول العربية بتجهيز 3 طائرات نقل عسكرية محملة بكميات كبيرة من المستلزمات والأدوية والأجهزة الطبية والألبان لإرسالها لجمهورية لبنان الشقيقة لمساندتها في مجابهة انتشار الموجة الثانية لفيروس كورونا. حيث أقلعت الطائرات من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى مطار رفيق الحريري الدولي ببيروت. صاحبها وزيرة الصحة والسكان ووفد رفيع المستوى، وكان في استقبالهم عدد من المسؤولين بوزارة الصحة اللبنانية الذين أعربوا عن امتنانهم لمصر قيادة وشعبا وجيشا. اللي نحن عم نقطع فيه بلبنان هو حالة استثنائية تاريخية، ولكن وقفة الأشقاء العرب واليوم ممثلة برئيسة المجلس التنفيذي لوزراء الصحة العرب معالي وزيرة الصحة والسكان المصري الدكتورة هالة زايد، وقفتها وقفة تضامنية تعطينا دعم معنوي إضافة إلى الدعم اللوجستي اللي اليوم قدمت لنا إياه لوزارة الصحة اللبنانية لمواجهة وباء كورونا. وهي هي سلسلة من العطاءات والدعم المستمر من الأشقاء بجمهورية مصر العربية، والمستشفى الميداني القائم منذ حرب عدوان 2006 الغاشم، وتستمر إن شاء الله التفاعل والتنسيق الدائم على مستوى جامعة الدول العربية لنقدم لمجتمعنا هذا النموذج الراقي من التعاطي والمسؤول على مستوى القيادات وعلى مستوى الشعوب. وفي سياق متصل
قامت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان بتنفيذ جولة تفقدية داخل المستشفى الميداني العسكري المصري بلبنان. كما أكدت على استمرار التنسيق التام بين الحكومة المصرية بوزاراتها المختلفة والحكومة اللبنانية لتقديم الدعم الكامل للشعب اللبناني الشقيق. احنا بدأنا جسر مساعدات دائم وقد يكون اسبوعي حتى الاسبوع اللي فات بشكل اسبوعي او كل اسبوعين، والنهارده في 3 طيارات، طيارتين من جمهورية مصر العربية بتوجيهات من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، عبارة عن طيارة شحنة ألبان أطفال وطيارة أدوية الكورونا ومستلزمات مواجهة الجائحة، وفي طيارة ثالثة محملة بصفتي رئيس المكتب التنفيذي لوزراء الصحة العرب من جامعة الدول العربية مع رسالة من الأمين العام السيد أحمد أبو الغيط، عبارة عن أجهزة رعاية مركزة بكل مشتملاتها. ودايما إن شاء الله دي يعني الفترة الجاية تشهد مزيد من الدعم، وأنا يعني بأناشد جميع دول العالم الوقوف بجانب لبنان في هذه الفترة، وإن شاء الله لبنان تعدي هذه الفترة بكل صمود كما عودتنا. تأتي تلك المساعدات تعبيرا عن دور مصر المحوري والهام تجاه أشقائها من الدول العربية في مواجهة الأزمات والتحديات. ومن خلال صرح طبي متكامل يقدم المستشفى المصري بلبنان خدمات علاجية مجانية لأبناء الشعب اللبناني وإلى جميع المقيمين على أرض لبنان، المستشفى يضم نخبة من أفضل الأطباء وأحدث الأجهزة والمعدات الطبية، كما قدم خدمات طبية وعلاجية لنحو 100,000 شخص في غضون عام واحد فقط. نفذت القوات البحرية المصرية والنظيرات اليونانية تدريبا بحريا عابرا بنطاق الأسطول الشمالي بالبحر المتوسط، وذلك باشتراك الفرقات المصرية طابة والسفينة الحربية اليونانية HS هيدرا F452، وذلك عقب انتهاء زيارة ناجحة إلى ميناء الإسكندرية، حيث تم تنفيذ عدد من الأنشطة التدريبية المختلفة ذات الطابع الاحترافي. تأتي هذه التدريبات في إطار دعم ركائز التعاون المشترك ما بين القوات المسلحة المصرية واليونانية التي تدخر بخبرات عميقة في هذه المجالات، فضلا على دعم الجهود الخاصة لاستفادة من القدرات الثنائية في تحقيق المصالح المشتركة لكلا الجانبين ودعم جهود الأمن والاستقرار البحري في المنطقة. في إطار المسار الحثيث لمجابهة الجائحة وفي وقت تمضي فيه دول قدما في حملات التطعيم الشاملة، تسعى أخرى جاهدة إلى توفير لقاحات لسكانها، وتعمل الشركات المصنعة للقاحات المضادة لكوفيد-19 بلا توقف لسد نقص في الإمدادات إلى الدول التي تكافح لاحتواء هذا الوباء. التفاصيل في هذا التقرير. أعلنت منظمة الصحة العالمية أنه لا يزال من المبكر جدا تخفيف التدابير الصحية في أوروبا في مواجهة كورونا. دعا الاتحاد الأوروبي شركة استرازينيكا إلى استخدام إنتاج مصنعين في المملكة المتحدة لتوفير جرعات لقاح الفيروس المتفق عليها لدول الاتحاد. جاء ذلك بعد انتقادات وجهها الاتحاد الأوروبي للشركة لتأخرها في تسليم اللقاح. الاتحاد الإفريقي ضمن الحصول على 400 مليون جرعة إضافية من لقاح استرازينيكا للوقاية من مرض كوفيد-19
علاوة على 270 مليون جرعة جرى تأمينها في السابق. وخلال زيارته إلى اسكتلندا، شدد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على أهمية وحدة المملكة المتحدة في مكافحة فيروس كورونا المستجد. من جانبها قالت رئيسة الحكومة الاسكتلندية إن الزيارة تشكل مخالفة للقيود المطبقة لمكافحة انتشار الفيروس، وليست ضرورية في الوقت الذي يطلب من السكان البقاء في منازلهم. وفي البرتغال، أعلن رئيس الوزراء أن بلاده تمر بمرحلة مروعة من جائحة فيروس كورونا، محذرا من أن الأمور لن تبدأ في التحسن قبل أسابيع، وأشار أن الأوضاع في بلاده تدهورت نتيجة تخفيف القيود المفروضة لمكافحة الجائحة في أعياد الميلاد واحتفالات العام الجديد. أولى شحنات لقاح سبوتنيك الروسية ضد فيروس كورونا إلى الجزائر تمهيدا لبدء عملية التطعيم غدا السبت، حيث تعاقدت الجزائر على شراء اللقاحين الصيني والروسي. كما تلقت البحرين أول شحنة من لقاح أكسفورد أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا. في سياق متصل، تلقى أهل المغرب الملك محمد السادس الجرعة الأولى من لقاح كورونا في إطار انطلاق حملة التطعيم في البلاد. متواصلون معكم من التلفزيون المصري، ونتابع بعد قليل. على خلفية قرار الإغلاق، تجدد المواجهات ما بين المتظاهرين اللبنانيين وقوى الأمن في طرابلس. واشنطن تطالب في الأمم المتحدة بسحب القوات الروسية والتركية من ليبيا. أهلا بكم من جديد، حيث قالت السفيرة هيفاء أبو غزالة أمين عام مساعد الجامعة العربية أن مصر لديها جسر جوي على مدار الساعة يعمل على دعم لبنان، مشيرة إلى أن الجامعة تسعى بكل إمكانياتها لتقديم الدعم السياسي والمادي لتحقيق الاستقرار هناك. يأتي هذا فيما أضرم متظاهرون النار مساء الليلة في مبنى بلدية طرابلس بشمال لبنان. لليوم الرابع على التوالي تتواصل المواجهات بين المتظاهرين اللبنانيين والقوى الأمنية على خلفية تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، واعتراضا على استمرار قرار الإغلاق الشامل للبلاد الرامي إلى الحد من تفشي وباء كورونا. قام المحتجون برشق القوى الأمنية بالحجارة وقنابل المولوتوف على نحو كثيف، الأمر الذي قوبل بإطلاق قنابل مسيلة للدموع من قبل القوات في سبيل إبعاد المحتجين وحملهم على التوقف عن الاعتداءات. بينما أعلنت قوى الأمن عن تعرض أحد المباني الحكومية الرئيسية في مدينة طرابلس للاستهداف بقنبلة يدوية، مما أدى لإصابة أحد العناصر الشرطية بجروح. ورافق الاحتجاجات في طرابلس أخرى مماثلة في الجنوب والبقاع والعاصمة بيروت. يأتي هذا بينما يواجه حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة اتهامات بالإهمال وإساءة الأمانة على خلفية تحقيقات بشأن صرف أموال مخصصة لدعم السلع الأساسية. سياسيا، اتهم رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع الأكثرية النيابية الحاكمة في لبنان بعرقلة تشكيل الحكومة الجديدة، مما سيضع البلاد نحو الأسوأ. بينما حذر مفتي الجمهورية اللبنانية عبد اللطيف دريان من وقوع ما سماه بانفجار اجتماعي كبير، داعيا الحكومة لعلاج الأزمات التي يشهدها لبنان والتي تتطلب سرعة تشكيل الحكومة الجديدة. ملف ليبيا، حيث أعلنت مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز أن وقف إطلاق النار لا يزال صامدا. وخلال جلسة لمجلس الأمن لمناقشة الأوضاع في ليبيا، أشارت ويليامز إلى أن اللجنة العسكرية 5+5 تعمل على إخراج المرتزقة من ليبيا، كما أشارت إلى أن وقف إطلاق النار هو فرصة كبيرة لإعادة السلام إلى البلاد. وفي اليمن، القلق يتزايد على المدنيين في المناطق الجنوبية من محافظة الحديدة بعد تصاعد الاشتباكات، ما جعل الأمم المتحدة تعرب عن قلقها من هذه الاشتباكات محذرة من تعرض آلاف المدنيين للخطر. أكدت الأمم المتحدة أن التقارير الأولية تشير إلى وقوع ضحايا مدنيين بالفعل، فضلا عن تضرر منازل ومزارع مع نزوح ما لا يقل عن 700 شخص. يذكر أنه على مدى الأيام الماضية اندلعت اشتباكات ليلية استمرت حتى ساعات الفجر ما بين القوات الحكومية والمتمردين الحوثيين بجنوبي مدينة الحديدة.
وفي العراق قال رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي ان شعب العراق اذا وعد اوفى، وقد توعدنا عصابه داعش الارهابيه برد مزلزل. جاء رد من الابطال العراقيين بالقضاء على زعيم عصبه الشر كما قال او من يطلق على نفسه والي العراق ابو ياسر العساوي في عمليه استخباريه نوعيه. تواصل العملية الأمنية للجيش العراقي جهودها في تتبع فلول تنظيم داعش الإرهابي وضبط الأسلحة غير المرخصة، حيث قام الجيش بعملية استباقية في جنوب محافظة كركوك لحرمان عناصر داعش الإرهابية من إيجاد أي موطئ قدم في هذه المنطقة أو المناطق القريبة الأخرى. الرئيس العراقي برهم صالح أكد أهمية تلك العمليات فضلا عن تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية والاستخباراتية لمواجهة الإرهاب. جاء ذلك خلال استقبال صالح أعضاء لجنة الأمن والدفاع النيابية بمجلس النواب العراقي. من جانبه أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي مقتل أبو ياسر العساوي الذي وصفه بأنه زعيم تنظيم داعش الإرهابي في العراق، وذلك بعد أسبوع من الهجوم الدامي الذي شهدته العاصمة بغداد وتبناه التنظيم المتطرف. وفي إطار التحضير للانتخابات المقبلة، قالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينس إن المنظمة الأممية تدعم إقامة الانتخابات العراقية في موعدها. من جهتها مددت مفوضية الانتخابات العراقية فترة تسجيل التحالفات السياسية للكتل الراغبة في المشاركة. في إطار توجيهات القيادة السياسية بتطوير شبكة الطرق الحالية ومتابعة ما تم من تنفيذ، قام المهندس كامل الوزير وزير النقل بجولة تفقدية لمتابعة عدد من المشروعات في بعض محافظات الوجه البحري والدلتا. الجولة بدأت بتفقد أعمال تطوير وتوسعة طريق القاهرة بلبيس الصحراوي بطول 23 كيلومترا بتكلفة إجمالية للمشروع تقدر ب 185.7 مليون جنيه، حيث بلغت نسبة التنفيذ 90%. ثم تفقد الوزير مزلقان الحصة بمحافظة الشرقية مؤكدا على سرعة الانتهاء من أعمال التطوير. وتفقد أعمال تنفيذ كوبري علوي أعلى مزلقان العصلوجي بخط زقازيق بلبيش بين القناطر القاهرة، وتابع أعمال إزدواج طريق زقازيق السنبلوين بطول 37.5 كيلومتر بتكلفة تبلغ 812 مليون جنيه. ثم توجه لمتابعة تنفيذ أعمال توسعة ورفع كفاءة الطريق الدائري حول مدينة المنصورة. في ختام الجولة تفقد وزير النقل مشروع تطوير طريق المنصورة جمصة. برعاية المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية وتحت عنوان الإعلام والأمن القومي أقيمت ندوة في صالون الأوقاف الثقافي، أكد فيها الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف حق وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي في نشر وتبادل الأخبار والمعلومات كجزء من حرية الرأي والتعبير بما لا يتعارض مع الحفاظ على الأمن القومي. أكد المشاركون بالندوة على محتوى الموضوعات التي يتم تناولها في الفضاء الإلكتروني وكيفية استغلالها في نشر الأخبار والموضوعات التي تبرز الإنجازات وتعزز القيمة ومواجهة المخاطر والتصدي لكافة مهددات الأمن القومي. في ظاهرة فلكية ساحرة تشهد سماء مكة المكرمة أول تعامد القمر في عام 2021 على الكعبة المشرفة بتزامن مع اكتمال البدر، يقول خبراء الفلك إنه حتى القاطنين في المواقع البعيدة عن المسجد الحرام سيمكنهم من تحديد القبلة بدقة عبر متابعة اتجاه القمر بشكل يضاهي دقة تطبيقات الهواتف الذكية الحديثة. اكتشف باحثون من مؤسسة الحفاظ على الزراف بالقرب من مدينة أوكاهانديا الناميبية في يوليو الماضي اكتشفوا زرافة قزمة، وهي الزرافة القزمة الثانية التي يتم اكتشافها في افريقيا، حيث تم رصد اول زرافة قزمة في متنزه موريشيسون فولز الوطني في اوغندا في عام 2017. وقد وجد الباحثون ان الزرافتين لهما ارجل اقصر من مثيلتها في العمر نفسه. اضاف انه بينما قد تنمو الزرافة العادية ليصل طولها الى حوالي 5.5 مترا، الا ان زرافة القزمة لا تصل الى نصف هذا الطول بالتقريب. والآن مع جولة في أخبار العالم في هذا التقرير. نبه وزير الخارجية الأمريكي الجديد أنتوني بلينكين إلى أن الولايات المتحدة لن تعود للاتفاق النووي الإيراني إلا إذا عادت طهران للوفاء بالتزاماتها التي تراجعت عنها،
وسيستغرق ذلك بعض الوقت، مشيرا أن إيران لم تعد تحترم التزاماتها على جبهات عدة. وننتقل إلى طوكيو، حيث أكد رئيس وزراء اليابان يوشيهيدو سوغا أنه سيواصل سياسة سلفي شينزو آبي. وفي مؤتمر صحفي له عقب اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي بايدن، أشار سوغا إلى أنهما شددا على أهمية نزع كامل للسلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية. من ناحيتهم، أفاد بيان الرئاسة الأمريكية أن بايدن أكد التزام الولايات المتحدة حماية اليابان بموجب التحالف العسكري القائم بينهما. وفي بكين، رحبت وزارة الخارجية الصينية بالتعاون مع الإدارة الأمريكية الجديدة، مؤكدة أن بكين وواشنطن لديهما مصالح مشتركة ومساحة تعاون واسعة النطاق فيما يخص العديد من القضايا. وأكد وزير خارجية الصين التزام بلاده الثابت مواجهة التغير المناخي وبناء مجتمع المصير المشترك للبشرية. ومن ناحيته، أبدى وزير الخارجية الأمريكي استعداد بلاده للتعاون مع الصين فيما يخص عدة قضايا ومنها التغير المناخي. أهلا بكم معنا في جولة في أخبار الصحافة يوم الجمعة من موقع باب أخبار اليوم الإلكترونية. نقرأ هذا العنوان: قبلة الحياة، 181 قرية بسوهاج على موعد مع التطوير ب 15 مليار جنيه تنفيذا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي المشروع القومي لتطوير القرى المصرية الذي يهدف تطوير 4500 قرية في جميع المحافظات. موقع بوابة الأهرام الإلكترونية: وزير الزراعة السماح للمتعثرين الذين تمت تسوية ديونهم بالبنك الزراعي بالحصول على قروض جديدة. وبوابة أخبار اليوم: المالية توافق على صرف الأدوية مجانا بالمستشفيات الجامعية. أخيرا من الوفد في الصفحة الثالثة هذا الخبر: الضرائب تناشد الممولين بسرعة التسجيل بموقع الخدمات الإلكترونية. والآن مع جولة من الأخبار الخفيفة. أخيرا، حال الطقس والتوقعات: أن سوء الطقس معتاد للبرودة على السواحل الشمالية والبحر والقاهرة وشمال الصعيد، أيضا دافع على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على معظم الأنحاء. والآن نتعرف على درجات الحرارة المتوقعة.
نهاية وأحداث 24 ساعة. شكرا لكم وإلى ملتقى.